السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم غنشارك معكم البانكيك بالكوك وبالزبيب اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي ساهل. نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم والتعليق ديالكم، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عطيت جوف في البانكيك 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وكاس ديال الكوك، ونص كاس ديال الزبيب، وربعة ديال البيضات، وثلاثة معالق كبار ديال الزبيب قطعته هكا صغير، وجوج خمارات حمرين، وواحد الفاني، ونحتاج الحليب. وغندير جوج كيسان ديال الحليب، وغناخد البيض، وغندير كاس لا روب ديال السكر، نسيت محطيتوش في الأول، كاس لا روب، ونخلطو مع البيض. هنا غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، عبرتهم بالكاس ديال العنبه، وكل كاس كتكون فيه 100 غرام. يعني عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق. الناس اللي عندهم الحساسيه من الدقيق تقدروا ديروا الدقيق ديال الشوفان، حتى هو كيجي بها زوين. غنخلط مزيان هذا الدقيق حتى ما يبقاش ليا فيه دوك الكويرات ديال الدقيق، وغادي نزيد عليه جوج خمارات حمرين. هنا تقدروا تخدموا بالطراب ديال الضو. غنزيد جوج خمارات حمرين وواحد فاني. غنخلطو مزيان، وغادي نزيد عليه داك الزبيب اللي خديتو قطعته. دابا غادي ندوز نطيب هاد البانكيك. هنايا انا خديت هاد المقله، تقدروا نتوما ديروا غير المقله العاديه ديال الطفال، ديروهم كبار، انا بغيتهم هكا يكونوا صغار. وهنايا ملي غادي تطيبوهم خصكم تخلطوا هو الاول هاد الخليط، حيت داك الزبيب كينزل لتحت، خصكم هو الاول تخلطوه عاد باش تخويو الخليط في المقله، باش يعني يكون داك الزبيب في الخليط كله ما ينزلش لتحت. هنايا كندير غير كميه قليله، ما نكترش بزاف حيت باقي غادي تنفخو. وبالنسبه للعافيه راه درتها مهيله، يعني باش يطيبوا على خاطرهم ويجيو محمرين باش ما يتحرقوش ليكم دغيا. دابا غادي نشوف واش تحمروا من التحت، وغادي نطفي العافيه باش نقلبهم. هنايا الا غديروا نفس المقله اللي درت انا، خصكم تطفيو العافيه باش يعني ما يتحرقوش ليكم هذوك اللي بقاو، حيت ما غادي تجي يعني تقلبي الاولى والثانيه حتى هذوك اللي بقاو يعني تلقايهم تحرقوا. الا غديروا المقله العاديه ديال الطفال، يعني طيبوا وحده بوحده، غير خليو العافيه يعني ما تطفيوش عليها. هنا كما كتلاحظوا يعني ما تحرقوش لون واحد. دابا غادي نخليهم حتى يتحمروا من الجهه الثانيه، وغادي نحيدهم، وغنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الخليط اللي عندي كامل.
هنا ملي كملتهم كلهم طيبتهم، هنا خديت هاد داني ديال الشوكولات حطيته هكا في الزلافه في الوسط، اللي بغاه يعني ياخذ يديروا البانكيك، ما بغيتش نديروا لهم كلهم حيت كاين اللي ما كيبغيش. انا خديت النص درت ليه هكا يا داك دانيت من الفوق، ودرت ليه داك اللوز مهرمش من الفوق حتى هو كيجي الشكل ديالو زوين وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه. هذه هي وصفنا ديال اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، كتجي لذيذه بزاف صراحه. نتمنى تشجعوني باللي لايك ديالكم وبالتعليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني وكتخليني نزيد نعطيكم المزيد من الوصفات ان شاء الله. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد في القناه. غنقول لكم سلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده كما العاده.